طقس صيفي حار نسبيا في معظم مناطق المملكة، وليالي أكثر حرارة من المعتاد واشتداد لوطأة الحر يوم الخميس، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة مع اشتداد خلال الأيام القادمة وتحديدا مع عطلة نهاية الأسبوع. لتفاصيل أكثر نشاهد خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب. يوم الغد تكون الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة في ساعات النهار، أما يوم الخميس فتشتد وطأة الحر كما نشاهد في ساعات النهار، لتصبح الأجواء أكثر حرارة وتستمر هذه الموجة الحارة السريعة إلى عطلة نهاية الأسبوع، وكما نشاهد يوم الجمعة أيضا تكون الأجواء حارة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. أجواء صافية، سرعة الرياح تصل إلى 10 كيلومترات بالساعة، ودرجة الحرارة تكون 22 درجة مئوية. ننتقل سوية إلى ثلاثة أيام القادمة، يوم الأربعاء والخميس والجمعة. يوم الأربعاء تكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية، أما يوم الخميس والجمعة فيكون هنالك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح 35 في العاصمة عمان. أما ليلا فتكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية في العاصمة عمان. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد، 33 إلى 22 ليلا في المفرق، 38 إلى 21 أجواء حارة في جرش كذلك الأمر، 37 إلى 23 ليلا، عجلون 35 إلى 21 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 34 إلى 22، في الزرقاء 38 إلى 22، البلقاء 34 نهارا و 23 ليلا، مادبة 33 نهارا 23 ليلا، في البحر الميت أجواء حارة 40 درجة مئوية نهارا و 30 درجة في ساعات الليل. ننتقل إلى المناطق الجنوبية، الكرك 31 إلى 23، الطفيلة 30 إلى 22 درجة مئوية، في معان 35 إلى 23 في ساعات الليل، في جبال الشراه 29 نهارا و 20 ليلا، في العقبة أجواء حارة أيضا من 40 درجة مئوية نهارا إلى 28 درجة في ساعات الليل. في رويشد 41 إلى 24، في الصفاوي 40 إلى 24 ليلا، وفي الأزرق 40 درجة مئوية إلى 24 درجة في ساعات الليل. كما ذكرنا سابقا الأجواء تكون حارة، لذلك وجب التنويه لبعض التوصيات، أبرزها سيكون عدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس كما نشاهد هنا، وأيضا عن توصيات أخرى بعدم ترك الأطفال في المركبات ولو لفترة قصيرة، وأيضا ينصح بشرب كميات إضافية من المياه والسوائل المرطبة. دمتم في أمان الله، نلتقي في نشرات قادمة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.